ما هي طريقة الإرضاع ووضعية الإرضاع الصحيحة من الثدي؟ تبين الصورة وضعيات الإرضاع الصحيحة بحيث يكون كل من الأم والطفل بوضعيات مريحة لهما. يجب أن يمسك الطفل بكامل حلمة الثدي أثناء الإرضاع مع أكبر قسم ممكن اسمه اللعاوات، وهي الدائرة بنية اللون حول الحلمة. إذا كنت تجدين صعوبة في فصل الطفل عن الثدي في نهاية الرضعة، فيمكن أن تلجئي إلى وضعك إلى وضع إصبعك في فم الطفل وابعاد الطفل عن الثدي تدريجيا، ثم سحب إصبعك تدريجيا، وعلى الانتباه إلى ضرورة غسل اليدين قبل كل رضعة. أيضا من الضروري يجب القيام أيضا بتجشؤات الطفل بعد كل رضعة، وذلك ببطحة على بطنه والتربيت على ظهره، والعناية بحلمة الثدي تكون بغسل الحلمة بالماء الدافئ لأكثر من مرة كل يوم، ولا يجوز غسل الحلمة بالمطهرات أو الصابون العادي قبل الرضعة، ويجب ترك الحلمة لتجف بتعريضها للهواء بعد كل رضعة قبل تغطيتها. إلى هنا انتهى الدرس، نشوفكم إن شاء الله في درس قادم. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.